السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. بدأنا نهدى تدريجي بعد حزننا شوية على طبعا خسارة المنتخب المغربي من منتخب فرنسا اللي وصل سقف طموحاتنا للسماء، واللي حسسنا إن يقدر منتخب عربي يفوز بكأس العالم. عشنا معاه الحلم وصدقناه، فلما خسر من فرنسا اتصدمنا صدمة كبيرة جدا، لأن احنا عشنا معاه الحلم دوت، والحلم يعني كنا خلاص مصدقينه يعني. وسقف الطموحات وصل لأبعد حتة، محدش يتخيل في العالم قبل البطولة إن إحنا ممكن نتعشم في منتخب عربي وفي منتخب أفريقي يفوز بكأس العالم، ولكن المغرب عملت كده. وأكبر دليل إنها خلت الجمهور يبكي في المدرجات على عدم الحصول على كأس العالم، وده يا له من شيء يعني عظيم وخرافي وإعجازي في نفس الوقت. قبل ما أتكلم في شوية تفاصيل كده، أتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، واللي ما عملش لايك على الفيديو ده يا ريت يعمل. عندي كلمتين عايز اقولهم. سؤال مهم، امبارح او ليله المباراه بتاعت فرنسا والمغرب كان في بعض الاخطاء وقتها مش محتاجين ان احنا نتكلم فيها اكتر من ان احنا نقول لعيبتنا الاول شكرا. كنا محتاجين نقول لعيبه المغرب الاول شكرا، ولكن في بعض الاسئله دايما اللي بتيجي هو المنتخبات الاوروبيه ممكن يكون ليها السيطره الاكبر من مثلا سيطره على التحكيم وسيطره على الفيفا وسيطره هنا؟ اه طبعا، اه طبعا. حتى في الاتحاد الافريقي عندنا في فرق بيبقى ليها نفوذ وفي فرق بيبقى ليها سيطرة على حسب الشعبية وعلى حسب الجماهيرية، وفي ناس من جوه بتمشي مصالح معينة بتخلص مصلحة للفرقة دي والفرقة بتراضي دي على حساب دي، زي مثلا لقب نادي القرن اللي بدون أي معايير معاييره اتعدلت ومفروض يروح لنادي الزمالك اللي هو الأكثر حصولا على الألقاب، راح للنادي الأهلي وكان في أخطاء والجميع معترف. الجميع معترف. فانا اللي عايز اقوله ان كل اتحاد رياضي بيبقى فيه اخطاء، ده طبيعي بالاهواء وبالانتماءات وبالحب وبالمصالح، كل ده بالاهواء وبالانتماءات. يعني مش لازم يبقى اللي بيعمل كده عايز مصلحه، لا، في نوع بيبقى منتمي بيحب بقى قارته، بيحب مثلا كذا، بيحب منتمي للدوله بتاعته، ليه مثلا واحده مرتبط بيها في فرنسا، ليه واحد مرتبط بيه معرفش في البرتغال. فاوقات بيبقى الموضوع عبارة عن انتماءات وأهواء وبرضه مصالح لازم تكون رايحة وجاي. فاللي بيسأل السؤال ده هو عنده حق، واللي بيتكلم على أخطاء التحكيم برضه عنده حق، لأن الحكم أخطأ في ركلة جزاء مؤكدة للمنتخب المغربي لم يحسبها أو ما حسبهاش. طب هنا الحكم نيته كانت كويسة ومش قاصد، مش قاصد إزاي؟ ده اللمسة الفار الدنيا تتقلب فيه، اللمسة ما بالك بقى ان اللعيب رجله الاثنين متشاله، واكيد الناس شافت الفيديو ده، فطبيعي ان لحد هذه اللحظه مازال هم شايفين ان هم رقم واحد في اوروبا يعني، وعايزين برضو يخمدوا طموحاتك. اه طبعا ده موجود، موجود في الكوره، موجود موجود جدا، ان مازال لحد هذه اللحظه بيبقى في تعاطف وفي حكام بغصب عنها بيبقى التعاطف بتاعها باين وواضح، فيأثر يجي يقول لك لا 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 انا مش شايفها، هو عاطفته كده. المنتخب المغربي ده رايح فين؟ عايز يروح كاس العالم، نهائي كاس العالم على حساب فرنسا؟ لا يا عم اخسر، لا يا عم ايه اخسر. ولكن هذا لا يشفع، هذا لا يشفع من احنا نقول برضو المنتخب فرنسا منتخب قوي، ولكن الافضل بكل تاكيد ان هو كان يكسب بمجهوده. احنا مش عايزين نغص فرحتنا بان احنا نخش في نظريات المؤامره ونبتدي نحزن، لا، بس احنا كنا لازم نوضحها، كان لازم نوضحها ونعرفهم برضو ان احنا واخدين بالنا منها. في بقى حاجة جميلة جدا، إن الملك محمد السادس بنفسه شوفوا قال إيه بالذكاء الكبير جدا واحتضان الأب اللي قلت لكم عليه للاعيبته علشان ما حدش منهم يزعل. أشاد الملك محمد السادس يوم الأربعاء بما قدمه منتخب بلاده من إنجازات متميزة خلال كأس العالم. خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب اتواصل الملك جلالة الملك تواصل بنفسه مع وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي عقب المباراة مباشرة، اللي هي طبعا مباراة فرنسا التي جمعت طبعا الفريق المغربي ونظيره الفرنسي والذي انتهت بانتصار الفريق الفرنسي. ووفقا لوكالة الأنباء المغربية خص الملك محمد السادس المدرب واللاعبين وجميع أعضاء الفريق بإشادة كبيرة جدا لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ومتمنيا لهم كامل النجاح في اللقاءات المقبلة، ونوه العاهل المغربي بأداء الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من تولي قيادة المنتخب المغربي من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية
بما مكنه من تسجيل حضور قوي جدا ومتميز في البطولة وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي والجمهور العربي أكيد من خلال قيمة الرياضة الرفيعة وموهبته النموذجية بحسب الوكالة. واتصل الملك محمد السادس بقائد الفريق رومان سايس، كلم رومان سايس، حيث أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل من الإصابة ومهنئا إياه على روحه القتالية كما كلفه القيادية كما كلفه بنقل تهنئته الحارة لمجموع الفريق. يعني هو كلم قائد الفريق وكلم المدير الفني، تكلم الرجراجي وكلم رومان سايس. يذكر المنتخب الفرنسي طبعا خلال المباراة نجح في استغلال فرصة وترجمة اثنين منها إلى هدفين، فيما استحوذ أسود الأطلس على مجريات المباراة بالكامل بالطول والعرض. مش هنقفل الحلم بتاعنا على النقطة دي. التحكيم كان فيه أخطاء، وقال حد اللحظة دي لسه فيه عاطفة بتميل للبلدان الأوروبية، ولكن احنا هنعيش الحلم بتاعنا على ثالث العالم. إنجاز على فكرة مش قليل إنك تاخد ميدالية برونزية في كأس العالم، عشان حد يحققه بعد كده محتاج سنوات طويلة. وأنا قلت لكم قبل كده لو ما غيرناش العقلية اللي عندنا من بعض الناس برضو اللي كانت بتشجع في فرنسا وبتشجع في المنتخبات الأوروبية، والله ولا 200 سنة، والله ولا 200 سنة، لأن ده لازم يتغير الأول. فإن شاء الله بإذن الله تركيزنا يكون على إن إحنا نفوز على كرواتيا، وده شيء هيبقى عظيم وهيتسجل برضو. خلي بالك في تاريخ الكرة المغربية إن البطولة دي أنت قابلت كل العمالقة في الكرة العالمية، أنت قابلت بلجيكا وقابلت كرواتيا وقابلت أسبانيا وقابلت البرتغال وقابلت طبعا فرنسا مؤخرا، كل دول ما خسرتش غير لقاء واحد. لما تكسب إن شاء الله كرواتيا تبقى حاجة عظيمة ورائعة جدا، وهتتسجل إنه أكتر منتخب عربي فاز على جميع المنتخبات الأوروبية في لقاءات رسمية. وفين بقى؟ مش في كذا ولا ما أعرفش إيه، ده في كأس العالم في البطولة الأهم. فإحنا عايزين البرونزية، ومش عايزين نحبط اللعيبة ونبين لهم إن إحنا حزننا زيادة. هو الحزن هنا عشان على قدر العشم، على قدر إن هم وصلوا سقف أحلامنا، وصلوا سقف أحلامنا لدرجة كبيرة جدا. والتحكيم ومنغصات الكرة الأوروبية ومنغصات النظرة اللي دايما شايفينها، أنت منتخب عربي أنت رايح فين؟ لسه لحد اللحظة دي يا جماعة لما منتخب عربي عندنا يخطف كأس العالم يمكن هم يتغيروا في الحتة دي شوية، ولكن لما يكون عندنا من جوه الاول احنا عندنا جمهور بيحب المنتخبات العربيه اكتر من المنتخبات الاوروبيه، يحب حكيمي اكتر من كريستيانو، يحب مثلا وهبي الخضري اكتر من ميسي، يحب محمد صلاح مثلا اكتر مثلا يا سيدي من ابراهيموفيتش. انا بديك مثال على حجم التفاوت في المشاعر من اللاعب من المشجع العربي، والتفاوت الكبير جدا على حزنه لخروج البرتغال وعلى مثلا تهنئته لفوز فرنسا على المغرب. لسه الثقافة محتاجة وقت، ولسه لحد اللحظة دي احنا يعني عندنا فئة شايفة ان هم الافضل، فما بالك ان العربي شايف ان هم افضل، يعني شايف ان الاوروبي افضل. الاوروبي يشوف نفسه ازاي اذا كان انت نفسك شايفني الافضل؟ يبقى انا مش هشوفك اصلا، فاهمني؟ فان شاء الله تبقى باذن الله انطلاقة، ونتعلم من الدرس ده كتير جدا. وكمان كفاية اللفة والالتفاف الرائع اللي احنا كنا فيه برضو، اكيد عشنا ايام جميله جدا وذكريات رائعه جدا. ان شاء الله نختمها ببرونزيه كاس العالم. تحياتي لكم اسلام علوي، يومكم يا رب يكون جميل وسعيد، مش عايز حد يزعل، اشعر بالفخر، اشعر بالعزه، اللي انتوا عملتوه مش قليل. اشوفكم في فيديو اخر باذن الله، ما تنسوش لايك واشتراك في القناه. سلام عليكم.